الله يعطيكم العافية. في واحدة من الستوريز اللي نزلتها على الانستغرام حطيت هذا التمرين بهذا الشكل هو البيكتك فلاي مع إضافة الفوم رولر خلف الظهر، وعرضت للناس أني أنا أعمل فيديو أشرح السبب وطلبوا مني أني أشرح السبب. طيب السبب كثير بسيط. أولا زي ما أنتم شايفين نضمن أنه نقفل لوح الكتف بشكل كامل بحيث أنه الكتف والظهر ما يتدخل، اللي هي السكابولا نقفلها. ثانيا ستريتش أكثر وأطول ومدى حركي أطول جدا لعضلة الصدر. ثالثا الكتف الأمامي زي ما أنتم شايفين أو مفصل الكتف نضمن أنه يضل بالخلف وما يتحرك، فيصير الضغط كامل على عضلة الصدر من غير ما ندخل الكتف بأي شكل من الأشكال. جدا بسيط الموضوع، جربوا وعطوني رأيكم.